هم اتحدوا كاملين باش ندافعوا على مستقبل الرجاء اللي هو غامض، الرجاء فوق كل شيء بعيد عن الاسترزاق بالرجاء. والله العظيم اخويا السيمو هذا الشيء اللي كاين، احنا بغينا نتوحدوا. انا نقول لكم واحد القضيه، انا علاش ما بغيتش نتهم انا مباشره الالتراس، لانه شوف راه كل واحد عنده، شوف باش نكون واضحين في واحد المسائل، دابا كل واحد عنده لي كونترانت ديالو، عنده اكراهات دا ما فيهاش، راه ماشي نقولوا عاوتاني الالتراس 100% فوتيف، راه عندهم اكراهات، حتى هما عاشوا واحد الماضي اسود، حتى هما كاين الناس اللي هما كانوا كيشجعوا الفرقه وكيضحيوا بوقتهم وبمالهم ولاو داخلين الحباسات، كاين اللي مشى ليه مستقبله، كاين اللي مشات ليه قرايته، كاين اللي كون واحد كون مشات ليه خدمته، دونك كانوا داروا تضحيات ولكن ما لقاوش الحقيقه. راه كاين الناس اللي عانوا من هذه المسائل، هذا الشيء ماشي كيخفى عليا، راني كنعرفه. ولكن اليوم نحن امام موقف اللي هو لا يشرف الالتراس. علاش؟ لان الالتراس دابا اليوم عايشه سميتو هي في موقف المتفرنش، وكأن الرجاء بخير، والحقيقه ان الرجاء ليست بخير. كيفاش انت كتبقى ساكت؟ اذا متفق معك انه من حقك تخاف على راسك وتخاف على مستقبلك، وانه الا هضرتي غادي يديروا لك، يقدر يكون انه داو معك ان مارشي انك الا بغيتي سميتو يبعدوا منك ويخليوا لك الحريه ديالكم، سميتو كيخصك تدخل سوق راسك، ما تبقاش تدخل هذه، ما تبقاش دير هذه، ما تبقاش دير الوقفات، ممكن واخا هذا الشيء راه ساهل باش تطبقوا باش تلتزم، ساهل ما ديرش وقفات وما تجبد السياسه وما ديرش لي تيفو اللي فيهم السياسه، هاد المسائل ساهل باش ديرهم، راه ماشي مشكل، لان الرياضه خصها تكون للرياضه، ما عندنا ما نديرو بشي سياسه. والوقفات ما يمكن ما ديرهمش، لان الوقفات دابا حنا في مرحله ديال يعني قوانين استثنائيه ديال كوفيد الى اخره، ما خصش الانسان يدير وقفات دابا. ولكن يمكن لك دير واحد الموقف صلب اللي هو المقاطعه. حنا غنقعدوا نتفرجوا في الرجاء في التلفازه سيدي، غادي نقاطعوا الملعب واخا ترجع جماهير، واخا تلقوا التيكي ما غنشريهمش، واخا تلقوا لي كات ما غنشريهمش، ولي برودوي ما غنشريهمش، حتى تمشيو في حالكم. وحنا كنطالبوا منكم تمشيو في واحد لو ديلي كما داروا صحاب طنجه 48 ساعه. خليني من ديك راه حنا غادي نديروا، ورا الاجل جاي فهمتي، ورا حنا اخر انضام، داكشي لا يشرف الالتراس. انا والله العظيم الا من الناس اللي كنت كنقدر الالتراس بزاف وباقي كنقدرهم، انما موقفهم الان لا يشرف. راه ملي كنت كنشوف هذوك التيفوات اللي كيكتبوا، والبلاغه باش كيكتبوا، والعمق باش كيكتبوا، والصور كيفاش دايرين، يعني داك الشيء خارق، داك الشيء زعما مستوى عالي، ما كيديروه الا ناس اللي قاريين مزيان، وتيعرف شنو كيكتب وشنو كيرسم وشنو كيقول. اذا مزيان طلعتوا لواحد القيمه كبيره، يعني عالميا وليتوا معروفين، ولا الناس كيجبدوكم ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ولا انه كانت هناك تجاوزات، لان الناس ولاو كيجبدوكم على اغاني ديال الثوريه وكذا، ما كيجبدوكم في احتجاجات وكذا، فهذا الشيء ما كيشرفش جماهير الرجاء. حنا ما بغيناش نتشهروا بهذا الشيء، اللي بغى يدير السياسه يمشي للسياسه، ولكن كاين بزاف ديال الاغاني وهذه كذا اللي درتوها، وذاك الحماس اللي كان فانبهرت ليه الناس. حنا شفنا هذاك الشيء بيتيس، وشفنا سميتو السواعده الخليجيين كذا، الناس انبهروا بداك. ايوا طلعتي لواحد المستوى عالي وبقى في ذاك المستوى العالي، شكون اللي نزلك؟ علاش دابا ندير يدي انا في يد الشرامي؟ الشرامي هو واحد المسير اللي عنده مصلحه مع اوزال، مع زبانيه اوزال، والوقت اللي كيتعين شي رئيس كيدخل معاه، هو ملي داروه مكلف، خلقوا هما يعني جاو خلقوا لك صاحبي يعني لجنه خاصه بالعلاقات مع الجماهير ومع الالترات مع الجمعيات، يوم تما عيق، راه بغاو يكوخطوك، بغاو يجيبوك عندهم، عند راسهم هما اللي جابوا الالترات، راه تحكموا في الجماهير ديال الناجا، راه هذه هي الخطه ديالتهم، ولكن ما عارفينش بانه الجماهير ديال الناجا، راه الناجا راه فريق الملايين، راه صعيب باش تحكم في الجمهور ديال الناجا. ولا ادل على ذلك البطاقات ديال الانتماء ديال 250 درهم، راه قلتها شحال من مره ونبقى نعاود فيها، فهذيك هي الدليل الواضح بانه ما يمكنش يتحكموا في جماهير الرجاء من خلال الالترات. الالترات لا تمثل الا ثله قليله. الناس اللي تابعين للالترات ما كيفوتوش في المجموع ديالهم كاملين، كاع الالترات كاع كاملين اللي كاينين جوج هما ديال الفصائل، كل ما جمعتي ما كيفوتوش 5000 واحد، 6 10000 كاع نعطيهم. شحال جماهير الرجاء؟ تيرمي كيكون ضير
بحال الماتش ديال سميتو ديال مازيمبي والماتش ديال فيتا كلوب، راك شفتو التيرندير راه شحال كانت؟ راه كانت تقريبا شي 90,000 متفنش. اشنو هي 10,000 بالابول 90,000؟ سي غي هذا، هادو غير اللي حاضرين في التيران. وخلي تبارك الله الخير اللي مشتت في العالم، في اوروبا وفي امريكا اللاتينيه وفي الخليج. دونك هنا تيبان لك بانه راه ما يمكنش تحكم في الجماهير الرجوي من خلال اللجنه. هذيك اللجنه ها انت درتي معاه، ولكن انت شتي الحدود ديالها، وهما براسهم هما شحال واحد فيهم شرا لاكارت ديال الانتماء؟ يجب ان يطرح السؤال واش عندكم لي ستاتيستيك. دونك هنا باش تعرف بانه راه شوف الجماهير الالترات مطالبه انها دير موقف فوري، حيت هذه المرحله هذه هي المرحله ديال، وانا كنأكد حسب الاخبار اللي عندي انه الرامي راه ما عنده علاقه ببودريقه. هذوك الناس اللي هما تيحرشوكم على الرامي قبل بودريقه راه غير كيبيعوا ويشريوا ببودريقه. بودريقه سالت وقته ومشات، ما عمرو يرجع للنجا، ما عمرو يفكر يرجع للنجا، مشى. راه لا ليت موتيف اللازمه ديال بودريقه غرقها. بودريقه ما بغا حتى واحد يجي يشد بلاصتو، حيت ما كاينش رئيس وحتى واحد ما عنده الفلوس، ودائما بان الرجا ما تستحقش رئيس اللي عنده الفلوس، الرجا عنده فلوس عنده خيره. دائما هذه طريقه غتبقى تعاود وتقال وتعاود. لهذا انا تنظن بان الالترات اذكى من ذلك. الناس اللي فيها ومستوى ديال الدكتوره اللي عندهم تبارك الله شخصيات اللي هما كنسمع بهم اليوم مستوى عالي، ف يعني عار انه مستواهم ينزل المستوى ديال الناس يوليو يسيرهم واحد بحال الشرامي. فكنتمنى انه يديروا بلاغ ويحدونا حدوى الترا طنجة، ويقومون ببلاغ يطالبون فيه بتوضيح الوضعية المالية للرجاء أمام التصريح الذي خرجت به خرج به موقع سبورت تايم تي في بأن هناك يعني أموال الفريق انقضت، وأنه مع العلم أن هناك ثلاثة نزاعات الرجاء توصلت بمراسلة، فهمتيني، توصلت بمراسلة اللي هي فيها ثلاثة النزاعات اللي كاينين، واحد في الفيفا تصوروا رجعنا النزاعات الفيفا باش تعرفوا راه غير راني نعيش عيشه الطلقات. هذوك اللي كيخرج داك الرئيس اللي براسو كيخرج بانه غرقها دار غرقونا لا خزيات كيغرقها، ها هما كيغرقوا فيها. وهذاك مازال اللي غرقها راه غرقها كان ما كاين حتى حد كيعطيه فلوس، ما كاينينش، كان هو اللي كيجبد. دابا هادو غرقوها بفلوس الراجا، دخلوا فلوس الراجا وغرقوها. ايوا دابا شكون اللي هو، شكون هو اللي عنده فضيحه بقلاقي اللي خلاوها المصريين؟ واش هذاك اللي كيجبد من جيبه، ولا هادو اللي كيجبدوا فلوس الرانجا من صندوق الرانجا ومغرقينه؟ دونك مسائل واضحه، اذا كيخص يتحملوا مسؤوليتهم. دابا كنطالبوا بوضعيه الماليه تخرج، لانه لحد الان ما التقرير المالي ما شفتوش انا، ما عرفتش واش المنخرطين توصلوا به ولا لا. شحال اليوم حنا؟ اليوم 8، اليوم شحال؟ اليوم ماشي اليوم 11، اليوم 11 في الشهر، وجا من عام امتى؟ 27 ياك؟ عندك اسيدي 21 و6، عندك 16 يوم، 16 يوم اللي بقات لجا من عام. نورمالمون القانون 15 يوم كيخص التقرير المالي يكون عند المرشحين. فين هو التقرير المالي؟ بغينا نشوفوا هذه الوضعيه، بغينا يتنشر لينا كيما نشروا الزيات، نشروه حتى نتوما وعطيونا الوضعيه نشوفوا ونعرفوا فلوس الرجاء فين مشات. واتونسيون شي تقرير مالي اللي فيه 33/6 غير خليوه عندكم، شي داك ديال 30/6 غير خليوه عندكم. بغينا خص التقرير المالي تكون فيه الوضعيه الى غايه يومنا هذا باش نعرفوا الفلوس فين مشات، فلوس فين مشات، فين تصرفوا. لا قلت الله اكبر.